صباح الفل على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. لما بنيجي نقول عن النادي الاهلي ان هو سيد اسياد افريقيا ما بتبقاش مبالغه، احنا بنتكلم باسلوب معين اللي هو اقرار لواقع، ولما الكاف شخصيا يؤكد على هذا الواقع يبقى احنا مش بنبالغ باي حال من الاحوال. بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، اكيد هتكون مليانه تفاصيل عن هذا الحدث الكبير اللي نتج عنه فوز النادي الاهلي باكثر من جايزه، واعضاء النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي جايين لكل حضراتكم في التفاصيل. ولكن اسمحوا لنا ان احنا في البدايه ننقل طبعا تعازي الكابتن محمود الخطيب وكافه اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي وشركه برزنتيشن وجميع العاملين يعني بيها. الكل بيتقدم بخالص التعازي للاستاذ ايهاب الخطيب مدير قناه الاهلي ورئيس قناه مدرستنا في وفاه والده، تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم العائله الكريمه الصبر والسلوان. خالص التعازي للاستاذ ايهاب الخطيب. انا كمان ما كانش عندي فرصه ان انا يعني اتوجه ليه بالتعزيه، ف فرصة ان انا اتوجه ليه بالتعزية زميل عزيز ويعني حقيقي من الشخصيات المحترمة جدا. خالص التعازي وربنا يجعل يعني قبر الوالد روضة من رياض الجنة بإذن الرحمن.